إشراقة شمس المملكة وجمال تفاصيلها، يطل علينا مشروع الديرة كمخطط متكامل الخدمات يجسد خلاصة خبرات شركة غسان العقارية في القطاع العقاري. يتميز موقع مخطط الديرة بإطلالته المباشرة على ضفاف شاطئ الخليج العربي، مما يضفي على المخطط جمالاً أخاذ ممتزج بنسيم البحر الدافي على امتداد 760 ألف متر مربع في الدمام، على الأرض الواقعة جنوب ميناء الملك عبد العزيز داخل حدود النطاق العمراني لمدينة الدمام. يرتبط المخطط بعدة طرق رئيسية نموذجية مما يسهل الوصول إليه، حيث يبعد عن طريق ميناء الملك عبد العزيز 2 كيلومتر، وعن طريق الملك فيصل 300 متر، وعن طريق الملك فهد 8 كيلومترات. كما يجاور المخطط عدة ضواحي وأحياء، منها ضاحية الدمام، مارينا شرقاً، وقرية النورس جنوباً. تم مراعاة أدق التفاصيل في مرحلة التخطيط ليلبي رغبات جميع شرائح المجتمع، وذلك لتعدد واختلاف الاستخدامات والمساحات التي يوفرها المشروع، بالإضافة إلى مرافق وخدمات متكاملة تلبي احتياجات قاطني المشروع. كما تعتبر الديرة نقلة نوعية في مجال التوسع العمراني والاقتصادي في المنطقة الشرقية، من خلال بوابة أعمال تجارية تمثل طموحات المستثمرين، وأراض سكنية تضفي على قاطنيها مخملية العيش وصفاء الحياة من خلال إطلالة مباشرة على ضفاف شاطئ الخليج العربي. يعتبر الديرة مخطط مركزي متكامل يمتاز بتنوع الاستعمالات وأنظمة البناء، حيث يحتوي على قطع أراضي بمساحات مختلفة واستخدامات متعددة، تتضمن أبراج مطلة على الخليج العربي، استثماري 4 أدوار، تجاري 3 أدوار، سكني دوران، خدمات. حرصاً منا في مشروع الديرة على جعله مخطط مركزي متكامل، قمنا بالاهتمام بأدق التفاصيل التي تلبي الاحتياجات السكنية والتجارية، وذلك عن طريق توفير مجموعة من الخدمات التعليمية والصحية والتجارية، بالإضافة إلى خدمات قد تبنتها شركة غسان العقارية في مرحلة البنية التحتية للمخطط. الديرة، يا زينها ديرتنا.